أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي 5 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، أحالهم إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. كما شهدت أيضا جلسة اليوم مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من الأعضاء. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ووافق المجلس خلال الجلسة على تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة 13 طلبا مقدما من النواب يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الملفات. كما تمت مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من الأعضاء عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بعدة موضوعات، منها إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة في ضوء خطة الحكومة لتطوير المنتج المحلي. من المهم تحديد الصناعات، أي دراسة الأسواق المحيطة بمصر من متطلبات وفرص التصدير لها، ومنها يتم تحديد العديد من الصناعات الاستراتيجية لتوطين التكنولوجيا مثل صناعة السيارات الكهربائية. احنا بنتكلم على ملايين الشباب المنتظرين لفرص حقيقية، عشان زي ما احنا بنقول ان التوجه العام للدولة المصرية الآن هو دعم الشباب ودعم هذه المشروعات. مهم ايضا ان انا اكون بتكلم على قطاع كبير جدا، ملايين الشباب محتاجين ان يكون عندهم تمويل حقيقي، دعم حقيقي، مشروعات حقيقيه عشان نساعد في مساله توطين الصناعه، عشان نحقق تنميه صناعيه حقيقيه قادره على مواجهه التطورات اللي بتحصل في السوق العالمي ومواجهه التحديات اللي بتواجه مصر. احنا في حاجه لعماله فنيه مدربه قادره انها تدي الصناعه المصريه أقصى طاقتها وتقدر تخليها قادرة على المنافسة. وخلال رد الحكومة على عدد من طلبات الإحاطة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الوزارة أعدت خطة تحرك عاجلة بالتنسيق مع رجال الصناعة، ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتة إلى أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لبعض الصناعات. هذا وقد صادق المجلس خلال الجلسة على مضابط الجلسات من 31 حتى 35، بالإضافة لإحالة 5 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وقرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.